اسأل معنا. اسأل معنا يأتيكم الثلاثاء في تمام 11:30 صباحا ويعاد في 10:00 مساء. أهلا بكم في برنامج اسأل معنا، حيث نستضيف الدكتور جواد أبو حطب الرئيس الجديد للحكومة السورية المؤقتة للحديث عن كيفية تشكيل الحكومة وخططها المستقبلية. مرحبا بكم على أثير راديو أوريان. أهلا وسهلا دكتور. لماذا قبلت برئاسة كيان ميت؟ هي أنه الحكومة هي ضرورة، يعني الميت جزء الأداء يعني كان ضعيفا جدا، لكن الحكومة هي ضرورة. طبعا كما تعلم انها المؤسسات في الداخل التعليمي سواء بقسمية الثانوي او الجامعي يحتاج الى وزارة التربية، يحتاج الى توقيع الوزير، يحتاج الى سيمادي، يحتاج الى وضع اسيدي. ايضا كل المؤسسات في الداخل تحتاج الى ضوابط. فشل الحكومة السابقة التي يعني لا نريد ان نعود للوراء، لكن هناك عدة عوامل. كانت خارجية، كان ضغوط، كانت لا نريد أن نعود لها، لكن أدى إلى تعطيل عمل الحكومة. هذا يعني أن عندما أنا قبلت هذه أن أترأس الحكومة على أن تكون في الداخل وعلى أرض السوق. طيب الحكومة السابقة أين فشلت وأين نجحت؟ لا شك أن الأخوين يشتغلوا أكيد بسبب ملفات يعني، لكن فشلت. الفشل كان منها في الخارج أولا، هذا أدى إلى تجاذبات ومخصصات يعني ابتعدت عن التكنوقراط، فأصبحت فقط وحصل الرئيس الحكومي، لم يكن هناك دعم مالي، فأدى إلى أنه عدم فعالية. نعم. طيب الحكومي الآن نريدها عكس ذلك صراحة. يعني الحكومة تعاني من ضعف مادي وسلطوي كبير، إضافة إلى منعها من قبل يعني كثير من التنظيمات من دخول المناطق الخاضعة لسيطرتها. السؤال هنا دكتور، أنه هل سيتم التنسيق مع الفصائل الإسلامية على الأرض في مناطقها لتأمين عمل الحكومة، أم أن هناك فصائل تمنع؟ أخي الكريم، يعني أنا خطة الانتخابات من الداخل أولا، بعدين عملت استشارات في كل المناطق المقررة الشمالية إن شاء الله هنتقل الجنوب. كل هذه المناطق فيها فصائل بكل أنواعها. نعم. الحكومة ليست في حرص تصادم مع أحد، هي خدمية، هي مكملة، كما هم الأخوة المجاهدين في الخنادق. أيضا الحاضن الشعبي تحتاج إلى دعم، وهذه الحكومة من أجل الحفاظ على الحاضن الشعبي. أي منطقة كانت تختص فيها الحاضن الشعبي في الداخل كانت تختص عسكريا دائما. لذلك الحكومة هي شريكة في صمود الأخوة سواء كانوا عسكريين أو مدنيين. لذلك نحن لم نتصادم مع أحد، وأعتقد أن الأخوة المجاهدين سيتفهمون هذا. وعندما أجريت المشاورات في الداخل لم نتعرض إلى أي مضايقة. طيب دكتور، يعني ما هي أهم المطالب الآن من قبل الأهالي؟ يعني عندما اجتمعتم مع الأهالي في سواء في إدلب، في حلب، في حتى في حماة وفي المناطق المحررة بشكل عام، ما هي المطالب التي ركز عليها الأهالي؟ طبعا الناس، كل الناس ملوا من الفراغ، الفراغ لعدم وجود سلطة إدارية عليا لهم. نعم. طبعا احنا الان الاولويات هي بصراحه تكون اولويات الحكومه، يعني هي نفسها اولويات الناس، هي التعليم. كل الناس يريدون ان يعلموا اطفالهم، لا يريدون ان يظهر جيل جاهل، يريدون ابنائهم ان يكونوا تعليم اولا، سواء بالمراحل الاولى أو, او 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 ما بعد الثانوي يعني. وعندما الان اصبحت الجامعات كانت قبول شديدا عليه، لذلك اكثر الناس في البلاد سوريا كانت من اجل التعليم اولا. الشيء الثاني طبعا هي هتكون اولويات. الشيء الثاني هي الصحه. ثالث شيء المجالس المحليه التي تكون كانت بدال الحكومات على الارض، لذلك هذه المجالس هي ستكون شركه الحكومه في الداخل. نعم. لنستطيع ان نقدم هذه الخدمات الاساسيه. ايضا الزراعه، تعلم ان الزراعه هي التي
السلة الغذائية. يعني في 14 مليون سلة لماذا لم يسمحوا بالتصدير؟ يعني يريدون الآن أن يساعدهم في التصدير، وهذه تفعلها الحكومات بإعطاء شهادة منشأ. أيضا نستطيع أن نجذب المازوت، لماذا يضطر الناس أن يعيشوا تحت رحمة الدولة الإسلامية في الشرق وتبع هذا المازوت السيء؟ وتعرف الأدوات، عندما نستورد المازوت من الخارج سوف نقدم خدمة هائلة. الشمال أيضا، على إصلاح الأراضي في الشمال، لأن 100,000 شهر الخروج إذا صلح كافي لإعطاء القمح اللازم، ولا نحتاج إلى المزيد من أحد. أيضا أطول الشمال دار السكر، هناك كثير من المشاريع في الداخل تستطيع الحكومة أن تسهل عمل الأخوة في الداخل باتصالها الخارجي وبتمثيلهم لها، وبالتالي ننقل الناس من الإغاثة إلى التنمية. الشعب الذي يريد العمل لا يريد أن عملية الإغاثة هي عملية مدمرة للمجتمع السوري، ويجب أن توقف. نعم، هل لديكم أي ضمانات دولية بعدم استهداف المنشآت والمراكز التي تعملون بها داخل المناطق المحررة؟ أخي الكريم، نحن نعمل من يعني إذا على الصعيد الشخصي أو على صعيد المجموعات العفاية على الأرض، يعني للأطباء، نحن نعمل من أول الثورة، عالجنا أكثر من مليون مريض وجري، وقصفت مشافينا وستشفت كثير من الأطباء، كذلك المدارس، كذلك الجامعة. لا يوجد أي ضمانات ولا نثق في المجتمع الدولي بهذا الموضوع، ولكن ماذا نفعل؟ هل نستسلم أم نرحل؟ نحن جزء من الشعب السوري، سنعيش في ظروفه، نتحمل ما يتحمل الحكومة. قد تتعرض للقصف، نعم، قد يستشهد أحد الوزراء، نعم، لكن نستطيع أن يأتي بديل. يعني هذا الموضوع، الضمانات، لا يوجد ضمانات. طيب، يقال بأنكم يعني ستستخدمون الآن بيوت متنقلة أو منشآت متنقلة خوفا من القصف. لا، يعني هناك سنجد التكنيك اللازم. طبعا الوزارات يا أخي الكريم هي ليست يعني فقط مكتب الوزير أو مكتب رئيس الحكومة، الوزارات هي موجودة امتداد على الأرض وأشياء. سنجد الانتشار الأفقي لهذه الحكومة بقدر الإمكان خفض الأضرار، لكن نحن نريد هذا الشعب نتحمل ما يتحمل. هل تلقيتم تطمينات من الدول الصديقة لدعم الحكومة المؤقتة؟ والله يا أخي الكريم، أنا لا أخفيك، أنا اليوم يعني بدأت أبدأ جولي في الزوار اليوم، يعني لا نتصل بأحد في الداخل، لا يعني لا إيجابي ولا سلبي، ولكن نحن نضع الأخوي والأشقاء أمام مسؤولياتهم. نحن لا نريد يعني متطلبات يعني هي ممنوعة دولية، متطلبات جدا بسيطة، في ترانزيت إلى الداخل السوري، في المرور والعبور مثل أي دولة أخرى. لا نريد أن نحمل أي أحد يعني عبئا يقول لنا أن المجتمع الدولي يريد، لا نريد صاروخا ولا نريد طيارة، نريد تسهيل أمور تجارية بسيطة، مناطق حرة على الحدود التي تفعلها كل الدول. وأعتقد أن الأخوة والأشقاء هم على محك في هذا الموضوع، وأعتقد أنهم لن يقبلون، وإذا هم يريدون فهذا شيء آخر ومتروك بالمستقبل. أعتقد أن الموضوع طرح منا هو بسيط جدا، التعامل غير ممنوع دوليا، هو ضمن القانون الدولي، نتمنى أن لا يخلونا بهذا. طيب، هل هناك ثقة يعني من المجتمع الدولي بالحكومة، بالحكومة السورية المؤقتة؟ يا أخي الكريم، الحكومة هي تلك المشافي على الأرض، يعني التي قدمت التضحيات لتلك المجالس، ستكون أعضاء الحكومة كلهم من أبناء هذه المؤسسات. أعتقد أن هذه المؤسسات لها مصداقية، ونحن من نقود ما مدى مصداقية المجتمع الدولي. الآن أنتقل لسؤال من محمد دركوش، يسأل: هل ستتمسك الحكومة بالملف العسكري وتعمل على تشكيل جيش موحد، أم ستكتفي بالجانب الخدمي؟ أخي، في هذه المرحلة الحكومة سنعمل ما نستطيع. الملف العسكري يحتاج إلى تشكيل مجلس عسكري. المجلس العسكري يحتاج إلى قوة وفعاليات أكبر من حجم الحكومة لإنشائه. أنا أدعو لتشكيل المجلس العسكري، ونحن ممكن في الوقت الحالي لا نستطيع تأليف وزارة الدفاع، ولا نستطيع تشكيل جيش.
أبدا. لماذا؟ ولنكن صريحين، هذا الوضع غير قادرين عليه، لأنه هناك كثير من الفصائل تدعمه الدول، والموضوع يحتاج إلى تشكيل مجلس عسكري. وإذا عدنا إلى الوسائل الأساسية للائتلاف، كان الائتلاف يشكل حكومة تنفيذية، مجلس عسكري ومجلس قضاء، وأنا من الموقعين على أوراق الائتلاف، فنحن راح تكون حكومة تنفيذية وعلى الائتلاف وعلى القوة وكل الأطراف الدولية انتقال التشكيل من المجلس العسكري. يعني دكتور بالمجمل أنتم أيضا يعني لديكم مسؤوليات فيما يتعلق بالملف العسكري؟ لا، نحن في هذه المرحلة مشروعنا مشروع مدني بحت، لا نستطيع أن نكون في 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 الأخوة العسكرية موجودين كل الفصائل، نحن مكملين لهم ولسنا بدينين عنهم. دكتور، نعرف بأنه هذه النقطة هي حساسة الآن، وحضرتك طرحت موضوع أنه هناك فصائل مدعومة، يعني كل فصيل مدعوم من دولة، وبالتالي لكن الآن هناك مطالبات خاصة يعني بعد ما حدث في الغوطة، مطالبات الآن بأن يكون هناك جيش موحد تحت قيادة واحدة، أن تكون هناك هيئة أركان، أن يكون هناك وزير دفاع. هل يمكن للحكومة في المرحلة القادمة أن تعمل بهذا الشأن؟ يعني لو كان تعيين وزير الدفاع يحل مشكله كنا عينا وزير الدفاع. الموضوع اكبر من ذلك كما قلت، يحتاج الى تجميع كل القوى في المجلس العسكري، وهذا يحتاج الى عمل وجهد كبير وكثير من الاطراف. الحكومه الحاليه غير قادره على هذا الموضوع. نعم. دكتور، حضرتك طرحت موضوع التعليم والصحه والزراعه، هي يعني هذه من 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 الاولويات الان بالنسبه للسوريين. بالنسبة دكتور لموضوع التعليم، يعني وردتنا كثير من الاستفسارات والتساؤلات حول الشهادات التي تمنح الحكومة السورية المؤقتة، هل يعترف بها عربيا اقليميا دوليا؟ انت تعلم ان الموضوع هو موضوع سياسي، يعني احنا الخطة الدراسية المطروحة هي نفسها التي كانت تعلم وليس ملك النظام، نحن سنطورها باذن الله. الشهادات الثانوية قبلت في عدة دول العالم. نعم قبلت. نعم. الجامعة يعني ولا أختي بالطب، إحنا منا توامي ومع جامعات مهمة بالعالم وتقبل شهادات. الموضوع يحتاج إلى عمل، وعندما تكون النجاح العمل الفني لهذه الأداء الفني، النجاح هو المستوى والخطة الدراسية. نعم. وأيضا المعيارية التي إن شاء الله سنحافظ عليها، يعني الامتحانات عندنا كانت أشد من عند النظام. وأنا عندي امتحانات في الطب، أنا أتحدى أنها تساوي أي بلد مستقر بالنظام والمعيارية، وهذا هو الأساس. يعني عندما أنت تحافظ على المعيارية سيكون بشهادتك رقمية، وبالتالي أنا أقول لطلابنا لا تخافوا، ستكون هذه إن شاء الله شهادات معتمدة. نعم. طيب دكتور، أيضا يعني أبقى بموضوع التعليم، وردتنا أيضا كثير من الاستفسارات والتساؤلات أنه في مناطق الآن يسيطر عليها البيدي أو قوات سوريا الديمقراطية التي تتبع للأكراد، وهذه المناطق للأسف حتى الآن تدرس فيها مواد النظام، يعني حتى الآن مواد النظام هي من تدرس للطلاب في هذه المناطق. يعني نكون صريحين، في مناطق مسيطرة على النظام أو من ينوب عن النظام، هذه ليست تحت سيطرة الحكومة المؤقتة أو الثورة أو أي، يعني هذا لا تستطيع أن تطلب منا أن نكون في مناطق يسيطر على النظام، هي أول. ثانيا، هناك في تحرك، يعني قد تكون الآن منطقة محررة غدا غير محررة والعكس تماما. نعم. وهذا يعني هذه إحدى الصعوبات والمواجهات التي ستواجه المناطق المحاصرة. ومع ذلك يعني لن نقول لأبنائنا لا يوجد تعليم، لن نسمح بهذا النظام أن يحقق هدفه بأن يخلق جيل، عندنا مليون طفل في المناطق المحررة، لن نسمح له أن يجعل من هذه المليون طفل جاهل، وهذه مهمة الجميع سواء في المجتمع المدني في المنظمات المدنية في حتى بالعسكرة، أن ندعم هذا الملف. لا يمكن أن نقبل بعد 10 سنوات أن نجد أبنائنا جهلة أو لا يتقنون أي مهنة. ولذلك أنا أقول لك من أولوياتنا التعليم.
وإذا كان النظام يراهن على أن يخلق جيل جاهل ليكون خطرا علينا، يعني يصبح بدل ما يكون هو البناء يصبح هو الذي يهدد، فلن نسمح له ذلك. وذلك من مهمة الجميع هذا الملف الذي يجب أن نقاتل به ملف التعليم. دكتور، هل وضعت ميزانية للحكومة وخطة لصرفها؟ ومن هي الدول المساهمة في دعم الحكومة؟ وهل هناك شروط مقابل هذا الدعم إن وجد؟ شكلنا الحقيقة من الأمس، اجتمعنا بعد المشاورات، شكلنا لجنة مالية من عدة من عميد كلية الاقتصاد جامعة حلب وإدلب القرى طبعا، ومجموعة من الاقتصاديين، ووضعنا ما هي الكيفية التشغيلية أو ما هي الكيفية التأسيسية، وإذا كانت الكيفية نستطيع وضع خطط للمشاريع الصغيرة لجلب دخل الحكومة. وأيضا شكلنا لجنة أخرى قانونية أيضا من أساس الجامعتين مع بعض مع نقابة المحامين في الداخل لتطوير النظم الناظمة لعمل هذه الجامعة. إن شاء الله خلال أسبوعين أو ثلاثة، يعني خلال ثلاثة أسابيع ستصبح هذه اللجان نتائجها إلى. من هي الدول المساهمة في دعم الحكومة؟ حتى الآن في الداخل كنت وكانت مشاورات داخلية بحتة لم نتصل بأحد. طيب، هل تعتقد دكتور أن هناك شروط ستكون مقابل دعم عربي أو إقليمي أو دولي للحكومة؟ لن نقبل أي شرط على حساب أي ملف إنسان. لن تقبلون؟ لا لن. ما المعيار الذي سيتم على أساسه يعني اختيار الوزراء؟ وهل هناك ضغوط من دول بعينها لفرض أسماء معينة؟ وهل للمحاصصة نصيب في التعيينات؟ نعم، سيكون الاختيار من كل قطاع، من قطاع الصحي اجتمعت مع المدراء الصحة والمدراء المشافي وطلب منهم الترشيح من قطاع الصحي أسماء مناسبة وكذلك بالتعليم. إذا سنختار من كل قطاع على الأرض قطاع فني أن يرشح عدة أسماء للوزارة، ومنهم إن شاء الله سنختار الوزارة. طيب، هل هناك ضغوط من دول بعينها لفرض أسماء معينة؟ والله يا أخي لم يتصل بي أحد حتى الآن. بس يمكن يتصل. أنا لا أعتقد، يعني أنا لا أعتقد أنه محسوم. كيف محسوم؟ يعني طالما وضعنا نحن آلية لاختيار الاسم، نعم، طالما أنا وضعنا معيار الاسمي وفرق الاتقاء، أنا لن أسأل هذا لا اسمه ولا أي، لكن ما يهمنيش الاسمتين، هل أنه في الداخل، أنه فني بحت، أنه معيار ثورية عالية. طب هل للمحصصة نصيب في التعيينات؟ أبدا لن تكون. طيب دكتور، يعني التجارب السابقة صراحة يعني كان في عدم ثقة من السوريين سواء بالائتلاف أو بالحكومة المؤقتة. أؤكد لك أن هذه الحكومة ستكون نابعة من المجالس المحلية والحراك الثوري في الداخل والحراك المدني، وأي اسم يرشح ومن منطقة هم مسؤولين عن أن يكون، يعني لكن عندما يعطينا التاريخ الثوري أو مهنيته أو شهاداته وعمله هم مسؤولين عنه. نعم. لذلك سنتجنب كثيرا هذا الموضوع بإذن تعالى. يعني ولا أخفيك، يعني العمل بالداخل يعني هو ليس مغنم، يعني هو حين يشتغل تحت القصف. نعم. هيقعد يعني يرفع الخطورة، فأنا أعتقد لن يتهافت اللي كنت تشوفه خارج سوريا على ذلك في سوريا. يعني عندما تقول أنت وزير، يعني هو معرض 100 مرة الخطورة والقصف عن آخر، يعني ما له مكسب. يعني فأنا أعتقد وجود الحكومة في الداخل يعني تخفف كثيرا تقريبا هذه المشاكل. طيب دكتور، شو هي الوزارات اللي راح تشكلوها في البداية؟ هنشكل التربية، وزارة التعليم والبحث، الصحة، الزراعة، وطبعا الزراعة الحمد لله مع المطاحن والتموين والتصوير، مجمع التنموحي، الإدارة المحلية، المواصلات والنقل والتجارة، وأخيرا المالية. هنكون عندنا نحن هيئة عاملة لغاية
هيئة عامة للتأوية. نعم. هيكون بعض المكاسب التابعة للحكومة. وأيضا سنطلب من الائتلاف وتشكيل هيئة العامة للرقابة المالية والإدارية، وهي تكون هيئة مستقلة تراقب العمل من البداية. طيب دكتور، ما لازم يكون في يعني وزارة للداخلية وبالتالي يتبع؟ لا، وزارة الداخلية ستكون وزارة في موجود. نعم، وزارة الداخلية وسيكون تحت تطوير هي السجل المدني، السجل العدلي، أو عفوا السجل المدني والولادات والفلوس، وأيضا كاسة العدل. طيب دكتور، وربما أيضا الإدارة. وبالنسبة للأمن الداخلي؟ هلا نحن، انا زرت الشرطه الحره، وكانت حقيقه ابدو استعدادهم للتعاون مع وزاره الداخليه، وكان حماس كبير للموضوع. ان شاء الله سنتعاون مع الشرطه الموجوده على الارض ونطورها طبعا. طيب دكتور، في يعني وردتنا كثير من الأسئلة أنه الآن في بعض اللجان المحلية الأصل تكون مدنية، لكن للأسف عندما تم تحرير المناطق كان هناك وعود بأنه هاي اللجان المحلية فعلا اللي استلمها هن ناس مدنيين، لكن شفنا أنه العسكر استولى على هاي اللجان المجالس المحلية. في خطة بهذا الخصوص أنه كل المجالس المحلية بسوريا أو بالمناطق المحررة تكون هي فعلا مجالس مدنية وليست عسكرية؟ لا، يعني حقيقة أنه اللي عم يحكي هذا الكلام غير دقيق. يعني إذا أخذ على مستوى دمشق كله المجلس المدني، وأيضا في درعا، وأيضا هون أنا سمعت من مجلس المحافظة كل المناطق مدني، وأيضا شفتوا في حالة هلا أن تكون هذه الأعضاء الارتباطات أو العلاقات ممكن، بس ما كله مدني. يعني الكلام ما له دقيق أنه والله المجالس المحافظات أو المجلس المحلي العسكري يمكن اللي بتحكم بالقرار. نعم، أو يعني يمكن اللي بيصنع القرار أو بيتحكم بالقرار. لا 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 لا، مو لهذا الحد. يعني هذا شغل تختلف المنطقة الأخرى، ويعني ليست بهذه السوداوية أبدا. يعني أنا أعتقد أن احنا الكلية كان عن طريق المجلس المحلي، ولا تدخل ولا فصيل يعني. وحتى يعني كل كلياتنا نفس الشيء، وربما الفصائل العسكرية طلب منا الحماية من بعيد، لكن ما تتدخل بالامور الداخليه. يعني حقيقه هناك ظلم الاخوه العسكر، يعني هذا ما يشاع عنهم. انا اعتقد انه غير صحيح وغير دقيق. طبعا في بعض السلبيات في كل المجالات، لكن ما يشاع غير صحيح وغير دقيق. طيب سؤال اخير دكتور محمد الحلبي يسال: هل يمتلك رئيس الوزراء الجرأة على مصارحه الشعب في حال فشل الحكومه كسابقاتها ويفضح المتسببين؟ طبعا هذا كما سنقول، حتى يعني لأنه كابس سنقول أن لم يسمح لنا بأسباب الفشل، سنعرضها كاملة. نعم. سواء كانت داخلية أو خارجية طبعا، ولن ننتظر كثيرا. يعني الدكتور جواد أبو حطب الرئيس الجديد للحكومة السورية المؤقتة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. قدمنا لكم برنامج اسأل معنا، تنسيق محمد أبو بكر، إعداد وتقديم محمد الجزار، هندسة الصوت شوبرت النمري، إشراف فني فارس الذهبي، إنتاج راديو أورينت 2016، جميع الحقوق محفوظة.